أول شيء بالنسبة حق ظاهرة الطلاق وارتفاع نسبة الطلاق، ما في شك أن الآن يعني الأزواج حديثي السن ولا يعرفون معنى المسؤولية ولا يعرفون معنى تحمل المسؤولية. أضيف على كلام الزميلة، كثير من حالات الطلاق نجد أن الزوج ما هي مسألة بخل، البخيل اللي يمسك الفلس ويجمعه يحط الفلس على الفلس، لا، تلقاه يصرف، بس وين يصرف؟ يصرف على ملابسه، مظهره، كذا، ويترك أسرته، طلعته وناسته مع ربعه، يعزم ممكن ربعه بس ما يعزم أهله بطلعة مثلا أو بعشوة أو بكذا. المرأة ممكن أنها تتحمل، يعني مثلا قلة ذات اليد أمر وارد تتحملها، لكن لما تشوفه والله قاعد يصرف بس برا، هني تبدي تقارن يعني وتحط أن هذه المسألة قلة احترام، قلة حب، قلة تقدير لها. الأمر الآخر بالنسبة للأسر، والد الزوجة، والد الزوج، الأقارب، للأسف يعني هم ما زالوا أهم. الحين احنا يعني وصلنا إلى جيل من الأزواج آبائهم أصلا لم يتحملوا المسؤولية، يعني جيل تزوج أنجب، هذا الجيل لم يتحمل المسؤولية، أبناء كبروا وتزوجوا وبدأوا يواجهون مصاعب الحياة. إذا الوالدين غير مهيئين أصلا لتحمل المسؤولية، شلون راح يرشدون ويوجهون أبنائهم اللي أنشئوا أسرة، تزوجوا أنجبوا؟ الجيل اللي قبلهم أصلا إلى الآن ما هو جيل أسري، جيل يتحمل ويصبر ويثابر لأجل الأسرة، مستعد أنه يضحي، مستعد أنه حتى يعني مثلا توصل أنه يضغط على كرامته، يتحمل مثلا إساءة مقابل يعني أنه تبقى الأسرة. يعني ما في اللي